قناة اليوتيوب. أنا الحقيقة النهاردة وأنا بتمشى وقدام بيتنا حاولت إن أنا أشوف أخرج بالعربية، معرفتش، لكن شفت مارش جميل قوي، عسكري من المدارس عمالة تعمل مارشين جميل جدا جدا، بيحاولوا يقولوا إنه المدينة اللي احنا عايشين فيها دي مدينة جميلة، المدينة اللي احنا عايشين فيها دي في قلب أركيديا، منطقة حلوة، منطقة ممكن فيها يكون فيها كل أنواع الانترتينمنت أو البهجة، ومن خلال المارش دوت. لكن شفت قد إيه التنظيم الرائع اللي هم بيعملوه، منظمين بشكل كبير جدا، مقفلين طبعا الشوارع زي ما حضراتكم شايفين أهوت، وعاملين المارشنج دوت. الرب ذكرني بحاجة جميلة جدا عن المارش الإلهي، أو إزاي إن أنا أكون حياتي منظمة، إزاي تكون حياتي ماشية خطوة بخطوة منظمة. ده الشارع هوت، ودي ماشيين متدربين بقالهم مثلا يمكن حوالي 6 7 شهور بيتدربوا على التدريب دوت، و الرب فكرني بالتدريب الروحي، ازاي ان انا حياتي تبقى مدربة روحيا، ازاي امشي مع اخواتي بطريقة منظمة، ازاي انظم خدمتي مع اخواتي. دايما كتير قوي الواحد يحب يخدم ربنا بدماغه هو او بطريقته هو، لكن النهاردة الرب بيعلمني من خلال المنظومة الجميلة اللي انا شايفها في الشارع دلوقتي، انه ازاي اشتغل مع اخواتي بطريقة منظمة بحيث اطلع احلى صورة للخدمة. ملكوت الله ملكوت متسع، ملكوت الله ملكوت مليان بالبركات، ملكوت الله ما بيقفش على حد، زي ما انتوا عارفين طبعا انه ملكوت الله متسع جدا جدا. ناس بتفتكر ان احنا بس اللي بنخدم، يقول لا بس دي خدمتي انا وبس، او انا وبس اللي بقدر اخدم، انا وبس اللي ممسوح، انا وبس اللي بعرف اجيب نفوس لربنا. لكن تعالوا نتفرج على قد ايه الجمال والروعه في حتى التنظيمات الجميله اللي حضراتكم شايفينها دي دلوقتي قدامي. ناس منظمه قوي، ماشيين منسقين جدا جدا، بحاول اثبت الصوره عشان تشوفوهم، ماشيين مع بعض، متدربين مع بعض عشان يقدموا حاجه شكلها شيك، شكلها حلو. الله على الوحده، الله على لما يبقى كل واحد ماشي عارف دوره ايه، كل واحد اللي ماسك البوق بتاعه، واللي ماسك العصايه بس، واللي ماسك القياده، واللي ماسك واللي بيباشر من ورا ومن قدام، كل واحد ماشي في هارموني او هارموني جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. الرجل مع الرجل، والايد مع الايد، والظبطه مع الظبطه. طبعا هم ده مش العرض دلوقتي، لكن دي شياكه الخدمه، شياكه الخدمه انك انت تخدم في قلب حتت، في قلب اماكن فيها الله موجود في حياتك وموجود في حياه الاخرين، وبتتعاون مع الاخرين، تتعاون مع الخدمات التانيه. دي رساله ربنا لينا النهارده، حبيت اشاركها لكم في سيلفي القناة اليوتيوب معانا، واعمل سبسكرايب لو انت مبسوط من التأمل دوت وعايز تشاركه مع الناس التانية. اشوفكم الحلقة الجاية.